Bonjour les élèves, à la vidéo nous allons faire l'exercice numéro 16, la page 29. La question A, recopie et complète le tableau suivant. Donc, il y a le tableau. Il y a deux nombres, 622 et 628. Il y a le nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 9. La même chose pour le nombre. هنايا طلبوا منا اننا نشوفوا هاد الا قيس هاد العدد واش قابل للقسمه على 2 واش قابل للقسمه على 3 وعلى 4 وعلى 5 وعلى 9. بمعنى الا خديت انا هاد العدد وقسمته على 2 يعني قسمه عاديه واش غادي يعطيني في النتيجه يعني في الخارج ديالو خاص يعطيني واحد العدد بدون فاصله سون فيرغول. الا عطاني عدد بدون فاصله كنقولوا ان هذا العدد قابل للقسمه على 2. نفس الشيء غادي ناخذ عاوتاني 622 ونقسموها على 3. الا عطاتني واحد الريزولطا سون فيرغول دونك كنقول ان هاد 622 اي ديفيزيبل بار 3. داكور مي حنا ما غاديش ناخذ كل عدد وبقاو نزلوا القسمه ديالو. عندنا واحد القاعده كنا شفناها في البريمير. الا بغينا نشوفوا واحد العدد واش قابل للقسمه على 2 كنشوفوا واش من المضاعفات ديال 2. الا كان هو من المضاعفات ديال 2 دونك غيقبل القسمه عليه وغيعطينا واحد لو ريزولطا بلا فيرغول. غنديروا هنايا واحد التكي. دونك بالنسبه المضاعفات ديال 2 ولا يعني الاعداد اللي قابله للقسمه على 2 هما الاعداد اللي تيكونوا اعداد زوجيه. اعداد زوجيه دي نومبر بير يعني ان الرقم ديال الوحدات ديالهم كيكون عدد زوجي. واشنا هما الاعداد الزوجيه اللي عندنا؟ هما 0 2 4 6 8. دونك هادو هما لي نومبر بير اللي عندنا لي نومبر بير. يعني اي عدد فيه رقم عنده رقم الوحدات يا اما 0 او 2 او 4 او 6 او 8 فهو عدد زوجي. انا اخذ مثلا عندي 520 داك هنايا لو نومبر يعني رقم الوحدات فينا هو 0 دونك 0 هو رقم الوحدات. واش 0 عدد زوجي او نو؟ وي سي ان نومبر بير. دونك ها هو انا عطيتكم هنايا لي نومبر بير. دونك 0 هو سي ان نومبر بير يعني ان 520 كاملها سي ان نومبر بير. داكور دونك هادي نومبر. ناخذ اوتر اكزامبل. مثلا عندي 212. هنا رقم الوحدات ديال هاد 212 هي 2 هو رقم الوحدات و 2 سي ان نومبر بير. ها هو سي ان نومبر بير دونك هاد 212 كاملها سي ان نومبر بير. سي ان نومبر بير بويسك سي ان نومبر بير كنقولوا الي ديفيزيبل بار 2 يعني من هذا عدد زوجي يعني انه قابل للقسمه على 2. اما الا كان عدد فردي ان نومبر نومبر امبير كنقولوا الي انديفيزيبل بار 2. مثلا عندي 317. هنايا رقم الوحدات هو 7 و 7 واش عدد زوجي او غير زوجي يعني فردي؟ نو هذا عدد فردي ما كاينش في الاعداد الزوجيه اللي عندي هنايا يعني انها 317 كاملها سي ان نومبر امبير. هادو اعداد زوجيه وهذا عدد فردي يعني الاعداد الفرديه هي اللي كيكون رقم الوحدات ديالها ماشي عدد زوجي يعني ما كيكونش عندي لا 0 لا 2 لا 4 لا 6 لا 8 كنقول ان هذاك العدد عدد زوج عدد فردي بعضه وكيكون انديفيزيبل بار 2 غير قابل للقسمه على
اثنان. بخلاصة الأعداد القابلة للقسمة على اثنان هما الأعداد اللي تيكون رقم الوحدات ديالهم عدد زوجي. دونك عقلوا عليها. دابا غنمشيو لتخوا. بالنسبة لتلاتة تخي سامبل، كناخدو العدد دونك عندي مثلا ناخدو هاد العدد اللي عندي هنايا، عندي 622. اش كندير؟ كناخد هاد الارقام ديال العدد وكندير بيناتهم الجمع، كنجمعهم. الا جمعتهم ولقيت يا اما 3 او لا 6 او لا 9، فهاد الا لقيت في المجموع يا اما 3 يا اما 6 يا اما 9، فان هذا العدد قابل للقسمة على 3، يعني ان هاد لو نومبر اي ديفيزيبل بار 3. كي كنديروا نجمعوها، 6 زائد 2 زائد 2 كتعطينا ها 8 ها 10، وكنزيد نجمع 1 زائد 0 هي 1. دونك عطاتني 1 وما عطاتني لا 3 لا 6 لا 9، يعني ان 622 اي انديفيزيبل par 3 par 3. ناخدو 628، نخدموها بنفس الطريقة، 6 زائد 2 زائد 8، ها 6 زائد 2 هي 8، 8 زائد 8 هي 16، وندير عاوتاني 1 زائد 6 كتعطيني 7. واش عطاتني 3 ولا 6 ولا 9؟ نو، يعني ان 628 A indivisible par 3. مثلا عندي، انا اعطيكم مثال، دونك هادو ما لقيناهمش، لقيناهم غير قابل للقسمة على 3. دونك هنايا نعمرو هادي ونديرو هنايا 622 est divisible par 3، نو باقي نرجعو نخدمو ديال 2. 628 est divisible par 3، نو داكا. نعطيكم هذا مثال من عندي، مثلا عندي 501، بغينا نشوفو هاد لو نومبر واش ديفيزيبل بار 3 او نو. دونك بنفس الطريقه غندير 5 زائد 0 زائد 1 كتعطيني 6. دونك عطاتني 6 وقلنا يا الا لقينا يا اما 3 او لا 6 او لا 9، راه كنقولوا ان هاد لو نومبر ديفيزيبل بار 3، يعني أنا 501 اي ديفيزيبل بار 3، قابل للقسمة على 3. علاش؟ حيت فاش جمعت دوك الأرقام ديالو لقيت 6، وخاصني نلقى يا إما 3 أو لا 6 أو لا 9. داك، غنجي نعمرو بعدا هاد الخانة اللي عندي هنايا. 622 اي ديفيزيبل بار 2، واخا شوفوا اشنو قلنا بالنسبه للاثنان، كنشوفوا رقم الوحدات الا كان نومبر بير يعني انه قابل للقسمه على اثنان. 622 رقم الوحدات هو اثنان، واثنان سي تان نومبر بير، ها هو كاين هنايا، يعني ان 622 اي ديفيزيبل بار 2، قابل للقسمه على اثنان. دونك هنايا وي لا ميم شوز، هنايا في 628 رقم الوحدات هو 8، و 8 عدد زوجي، يعني انه قابل للقسمة على 2. 4، بالنسبة لأربعة كنشوفو رقم الوحدات والعشرات بجوجهم. الا كان رقم الوحدات والعشرات من يعني من جدول الضرب ديال 4، يعني انه قابل للقسمة على 4. بحال مثلا عندي 632، عندي رقم الوحدات والعشرات هو 32. واش كاينه 32 في جدول الضرب ديال 4؟ وي كاينه، حيت هي 8 في 4 كتعطيني 32، يعني ان هاد لو نومبر ديفيزيبل بار 4، قابل للقسمه على 4. مثلا عندي 740، رقم الوحدات والعشرات هو 40، و 40 شنا هي 4 في 10، يعني كاينه في جدول الضرب ديال 4
كنقولوا ان هذا العدد ديفيزيبل بار 4. غنشوفوا هنايا انا خدوا 622 شحال هو رقم الوحدات والعشرات؟ رقم الوحدات والعشرات هو 22. واش 22 كاينه في التابلو دو ملتيبليكاسيون ديال لو نومبر 4؟ نو ما كايناش، ما كايناش في جدول الضرب ديال عدد 4، ما كايناش، ما كايناش شي عدد كنضربوه في 4 ويعطيني 22، ما كايناش. دونك هنايا كنقول ان هاد 622 اي انديفيزيبل، انديفيزيبل بار 4، يعني غير قابله للقسمة، غير قابلة للقسمة على 4. هنايا غنديرو نو. بالنسبة ل 628 هنايا رقم الوحدات ورقم العشرات هو 28. واش 28 كاينة في جدول الضرب ديال 4؟ وي كاينة، حيت هي 7 في 4 كتعطيني 28، بمعنى ان هذا العدد من المضاعفات ديال العدد 4، يعني انه قابل القسمة على 4 اي ديفيزيبل بار 4. وغنجيو لهنايا وغنديرو وي. 5 دونك 5 سامبل، الا لقينا في رقم الوحدات يا يعني اما 0 او لا 5 فانه قابل القسمة على 5 تو سامبلومون، يا اما 0 يا اما 5. ما لقيناش لا 0 لا 5 فهذاك العدد غير قابل القسمة على 5. مثلا عندي 110، عندي 0 في الاخر قابل القسمة على 5. عندي 225، عندي 5 في الاخر قابل القسمة على 5. عندي 500 كاينه 0 في الاخر، دونك يعني في رقم الوحدات، دونك قابل القسمة على 5. هنايا 622 عندي في رقم الوحدات 2، يعني غير قابله للقسمه على 5، دونك هنايا نو انديفيزيبل بار 5. نفس الشيء هنا عندي 8، ما عندي لا 0 لا 5، دونك هنايا انديفيزيبل بار 5. هنايا بالنسبه ل 9، 9 كنجمعوا كما اوريتكم هنايا، هنا في 3 قلنا كنجمعوا الارقام ديال العدد، حتى في 9 كنجمعوا الارقام ديال العدد، ولكن خاصنا نلقاو نتيجه وحده اللي هي 9. الا جمعت ولقيت 9 في المجموع ديال الارقام ديال العدد فانه قابل للقسمة على 9. ناخذ 622، هي 6 زائد 2 زائد 2 كتعطيني 10، دونك هذه انديفيزيبل بار 9. 628 هي 6 زائد 2 زائد 8، دونك هي 16، هي 7 حيت 1 زائد 6 7، يعني هنايا 1، يعني بجوجهم انديفيزيبل بار 9. هنايا نو وهنايا نو. بحال مثلا انا ناخذ المثال غير من عندنا، مثلا عندنا 2007 هي الا جيت نجمعها هي 2 زائد 0 زائد 0 زائد 7 كتعطيني 9، يعني ان هذا العدد قابل للقسمة على 9. maintenant on va voir la question B. utilise les résultats de la question A pour simplifier le plus possible la fraction 628 sur 622. هنايا عطاونا نستعملوا يعني النتائج ديال لا كيسيون A، يعني ديال الجدول اللي خدمنا، ونحاولوا اننا نختزلوا، نبقاو نختزلوا ديك لا فراكسيون لا بلو لو بلو بوسيبل، يعني يعني ناخذوا هذيك لا فراكسيون، ناخذوا هذاك البسط ديالها ونحاولوا نفككوه، ونفس الشيء بالنسبه للمقام ونفككوه ونشوفوا شنو هما يعني داكشي اللي مشترك بيناتهم، العوامل اللي مشتركه بيناتهم ونحيدوهم. دونك هكا غنكونوا درنا لا سامبليفيكاسيون. دونك هنايا قالوا لنا نستخدموا جدول ا، يعني لا كيسيون ا، حيت من هنا يمكننا نختزلو نشوفوا شنو هما العوامل المشتركه اللي بيناتهم، يعني شنو هو القاسم المشترك ما بين 622 و 628، وغادي نختزلو به. دونك غناخذو 622 على 28 على 622،
هنايا في هذا لو طابلو اللي عندنا كنلاحظوا ان القاسم المشترك ما بين 622 و628 هو 2، حيت هنايا عندي وي وي دونك هنايا لا، هنايا في 4 عندي غير 628 اللي قابل القسمة على 4، وهنا في 5 غير قابل القسمة على 5، ونفس الشيء بالنسبة ل 9. دونك اشنو غنديروا؟ غناخذوا 628 وغنفكوها على 2، يعني هي 2 في واحد العدد. الا خديت 628 وقسمتها على 2 غتعطيني 314، وغنجي لهنا ونكتب هي 314 في 2. نفس الشيء 622 الا قسمتها على 2 غتعطيني 311، وغنجي لهنا ونكتب 311 مضروبة في 2 ونختزل ب 2. دونك غتبقى ليا هي 314 على 311. وكذا بالنسبة للتمرين رقم 16 ليكزارسيس 17 في لا ميم باج 29. ا تروف اون فراكسيون كومبريز انتر 1 sur 9 et 1 sur 11. يعني نقلبوا على واحد العدد كسري محصور ما بين 1 على 9 و 1 على 11. محصور بمعنى غادي يكون اكبر من 9 من 1 على 9 ويكون اصغر من 1 على 11، يعني ما نقصش على 1 على 9 وما نفوتش 1 على 11. دونك سامبل، ها نتوما الا مشينا بحال مثلا 1 على 9 اشنو غيكون موراها؟ هي 1 على 10، موراها 1 على 11، 1 على 12، 1 على 13. دونك انا بغيت محصور ما بين 1 على 9 و 1 على 11 اللي هو 1 على 10. دونك بحال هكا. Trouve une fraction comprise donc هادي في لا كيسيون الاولانيه، A B. Trouve une fraction comprise entre 6 sur 5 et 8 sur 5. Maintenant, قلبوا على واحد لا فراكسيون اللي محصوره بين 6 على 5 و 8 على 5. دونك بالنسبه لهنايا الا بغينا نديروا علامات اكبر او لا علامات اصغر، لاحظوا عندي هنايا البسط 1 والمقام غادي كيتبدل، عندي هنا 9 10 و 11. في نظركم شكون اللي غادي يكون كبر؟ واش 1 على 9 ولا 1 على 11؟ دونك هنايا فاش كيكون عندي نفس البسط كنقارن غير المقام. هنايا الا كان المقام محد المقام يعني كيكبر، محد هذاك الكسر كيصغر، يعني ان 1 على 9 راه كبر من 1 على 11. بحال مثلا لو كان ناخذ واحد الدائره ونقسمها على 4، هذه غتعطيني مثلا خديت مثلا هكا هي 1 على 4. واش هي نفسها الا خديت واحد الدائره وقسمتها على 6 على 8؟ ماشي نفسها. دونك لاحظوا ان هنايا صغارت، غادي هذوك اللي هذوك المثلثات غادي هما تيصغاروا، دوك المساحه ديك المساحه غاديه وهي كتصغر. يعني الا خديت خديت المقام كبير هذاك الكسر كيصغر، اما الا خديت المقام صغير داك الكسر كيكبر. داكو دونك هاد 1 على 9، هاد 1 على 9 راه كبر من 1 على 10 وكبر، و 1 على 10 كبر من 1 على 11. دونك بحال هكا غنديروا 1 على 9 اكبر من 1 على 10، و 1 على 10 اكبر من 1 على 11. دونك هذه اللي قالوا لنا قارنوا ما بيناتهم. نمشيو لا كيسيون بي. دونك طلبوا منا اننا نلقاو واحد لا فراكسيون محصوره ما بين 6 على 5 و 8 على 5. دونك كاينه 6 على 5 اش غتكون موراها؟ 7 على 5، 8 على 5، 9 على 5. وحنا غاديين دونك هنايا غتكون 7 على 5. الا بغينا نقارنوا بيناتهم دابا العكس، هنايا قلنا الا كان عندنا نفس البسط والمقام مختلف راه المقام الصغير هو كيعطينا الكسر كبير، اما الا كان المقام كبير كيكون داك الكسر صغير.
داكور. هنايا لا، هنايا بالنسبه الا كان عندي نفس المقام وبغيت نقار البسط، اكبر كسر هو اللي عنده البسط كبير، واصغر كسر هو اللي عنده البسط صغير. داكور، دونك العكس ديال هذه وصافي. يعني 6 على 5 راه صغر من 7 على 5، و7 على 5 صغر من 8 على 5. دونك هذه اللي طلبوا منا اننا نديروا بيناتهم، يعني نقارنوا ما بيناتهم. بالنسبه للسين، trouve un nombre décimal compris entre، دونك هنايا عطاونا ان نومبر ديسيمال يعني عدد عشري، يعني عنده فيه الفاصله. عندي 13 على 11 و14 على 11. هنايا كثار كثار بزاف، دونك هنايا كاين اللي غادي يجي ويدير 13 فاصله 1 على 11، كاين اللي غادي يجي يدير 13 فاصله 2 على 11. داكو، هنايا كثار بويسك هذا نومبر ديسيمال عدد عشري، يعني الفاصله كثيره، 13 فاصله 3، 13 فاصله 31. دونك اللي درنا بحال بحال، انا غندير 13 فاصله 5 على 11. نقارنوا بيناتهم، مثلا هنايا عندي نفس المقام، نقارن البسط، 13 صغر من 13 فاصله 5، دونك اصغر، وهذه اصغر.